بالنسبة للصينيين هناك تواصلات والروس حول هذه الأشياء، وتم تطمينهم خلال السفارات ومن قال أخوة عندما ذهبوا إلى هناك، لكن وبقية الدول نحن نطمنهم بنفس المستوى. الأوروبيين الأوروبية طبيعية كلها، من ليس له علاقة سفينة ليست لها علاقة ولا ارتباط بالكيان الإسرائيلي ولم تكن بلدها بالعدة على بلدنا، فليطمئنوا كما يطمئن الصين والروس. لكن الأوروبيين أرسلوا تحالف خاص، يعني بعد التحالف الأمريكي البريطاني أرسل الاتحاد الأوروبي تحالفا خاصا إلى البحر الأحمر تحت عنوان حماية الملاحة. أيضا لكل حادثة حديث نحن ننظر إلى هذه الأشياء وندرسها ونقيمها، وكان لدي لقاء مع صحيفة إيطاليا وتحدثت عن الموضوع، وبيكون ردة فعلنا على مستوى ما يقومون به من إعداء على بلدنا. نعم، بالنسبة للاعترافات على لسان مسؤولين أمريكيين، أنتم تتابعون بالتأكيد على هذه الاعترافات التي تتحدث عن فشل في فاعلية ودقة ونجاح الضربات اليمنية. دعنا نتحدث عن آخر صاروخ الذي أشار إليه أيضا السيد القائد يحفظه الله، بأنه صاروخ تجاوز الدفاعات وقال التكنولوجيا حتى الأمريكية والإسرائيلية. ما الذي يعنيه هذا الصاروخ وفي هذا التوقيت تحديدا؟ يعني التطور المستمر، يعني دراسة الميدان المستمر من قبل القوات المسلحة وأشياء أخرى لا يمكن الإفصاح عنها، لأن عندما يحب القائد حفظه الله أو وزارة الدفاع الإفصاح عنها سيفصح عن كيفية وصول هذا الصاروخ، وإن كنا على علم بذلك لكننا سنترك ذلك للمستقبل ولنشاهد تلك الاستخبارات ماذا ستصل إليه. في أحد خطاباتك قال السيد القائد أنه على الأمريكي أن ينظر إلى هذه الصواريخ، وصدرت تصريحات من أحد المسؤولين في البنتاغون الأمريكي تقريبا مع قناة الجزيرة وقال أنه أيضا غير مستعد للإفصاح عن نوعية السلاح المستخدم في تلك العملية، ربما كانت في البحر الأحمر. لماذا نقدم معلوماتنا للعدو؟ العدو يقول بأن لديه استخبارات ولديه أجهزة ولديه معرفة ولديه تكنولوجيا، نريد أن يثبت ذلك. ونحن قلنا حتى عندما يقولون بأنهم استهدفوا الطيران المسير بنقول صوروا كما صورنا نحن. نعم. طيب حاليا في أفق المواجهة، يعني في الليلة الماضية كان هناك غارات أمريكية يقولون أنهم استهدفوا مخازن أسلحة يقولوا تحت الأرض وإلى آخره، ما هي آفاق هذه العملية المستمرة والتي لا تزال مستمرة طبعا وفق القرار اليمني حتى يتم رفع العدوان والحصار عن غزة؟ أنتم من جهتكم كيف تقيمون آفاقها والأمريكي يدخل بهذا؟ هذا غطرسة، احنا نقيم بأنها غطرسة ورعونة في استخدام القوة من قبل الأمريكيين وإرهاب وعمل غير قانوني وغير مبرر، وأيضا نتائجها فاشلة، وعلى الأمريكي أن يتوقف عن استهداف بلدنا والعدة على بلدنا وعن احتلال أي جزء من أجزاء بلدنا، ولن نقف مكتوف في الأيدي أمام ما يحصل، وكما هو الميدان أمام القوات المسلحة والأمن في بكل تشكيلاتها سيكون الرد بقدر الاستهداف. يعني هل رصدتم انه الامريكي يحاول ان يحرك المرتزقه في بعض الجبهات؟ هو تحدث وارسل الينا رسائل منذ اليوم الاول بانه سيحرك المرتزقه وسيعمل على تحرير. ميدانيا هل حصل شيء من هذا؟ هل رصدتم شيء؟ نحن نستعد لكل شيء، نحن نعتبر انه عدو وقد يصدر منه كل شيء، والعدو اذا كنت تعرف بان هذا عدوك فكن يقظا ومتحركا ومستعدا وجاهزا لاي تطور او اي تحرك ممكن أن يتحرك فيه. هذا هو ما يعمله الإخوة في القوات المسلحة وكذلك الإخوة في القوات الأمن، وأيضا الشعب اليمني اليوم يستعد ويخرج كما شاهدت أنت عروض كبيرة واستنفار كبير في التعبئة العامة لمواجهة أي تحرك. الشعب اليمني جاهز.